طب اعمل ايه؟ واحدة عايزة انا. طب لا 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 تعالي قولوا لجيدة ما تعيطش، لو عيطت هيزعلوا مني. بصوا بقى سريعا، مش دي المقدمة، هم هيجوا يقولوا لكم المقدمة بنفسهم. انا بس حبيت اصور معاكم المنظر التحفة ده، عملت حاجات هم بيحبوها وانا كمان بحبها. اولا انا بحب المكرونة الذهبي المحمرة دي، وعملت كفتة، وعملت لهم بطاطس بخلطة البروست، وعملنا سلطة، وهنستناهم يجوا يقولوا لكم المقدمة. ايه ده، دي رقصة الكفتة دي؟ رقصة الكفتة؟ يلا يا جودي، يلا 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 بسرعة. ازيك يا صالح؟ عاملين ايه؟ معاكم جودي؟ معاكم زيدا. مين كانوا؟ تعالوا جودي زيدا. تعالوا بس قبل ما نبدأ الفيديو نصور فيديو 10 ثواني. النهاردة هنبدأ لهم أخيرا 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 روتين. أخيرا إيه؟ بس من بعد المدرسة. من بعد إيه؟ أول حاجة جودي وجيداء رجعوا من المدرسة، أول حاجة جودي بتفكر فيها أول ما ترجع من المدرسة عشان تروح الدرس هي شنطة إيه؟ أو أول حاجة جيداء بتفكر فيها لما ترجع من المدرسة عشان تروح الدرس هو إيه؟ عشان كده كانت بتتنطط من كتر الفرحة، صح؟ طيب هنقول بسم الله. بصوا بقى الأنساتين الجميلتين دول عندهم النهاردة درس، جودي عندها درس وجيداء، وبعد كده بعد الدرس جيداء عندها نادي وايه؟ نادي وفتنس، وبعد كده جودي عندها تمرين. يعني يومنا النهارده يوم حافل. يوم ايه؟ اول حاجه هنعمل ايه؟ ايوه البطاطس بتقرمش، تخلي لاختك شويه وسعي. اول حاجه هنعمل ايه؟ هناكل، وبعد كده مين هيغير ومين هيروح الدرس بلبس المدرسه؟ وانتي هتغيري؟ طيب ناكل وبعد كده نشوف هنعمل ايه. شعرك حلو، شعرك قمر، انت حلوه، انت حلوه، انت حلوه، واهم حاجه ان انت جميله من جواكي. جميله ايه؟ جميلة. من جواكي. من ايه؟ من جوايا. يلا على الدرس، يلا على الدرس. استني يا حاجه، عايز ازازه ماء. حاجه تخلي بالك من نفسك وتخلي بالك من اختك، ماشي؟ تمسكي ايديها كده تعديها بالراحه وترجع انت على الدرس بتاعك. انا انت اللي هتعدي. عدي انت بالراحه وسيبيها تروح على الدرس بتاعها. انا دايما الدرس بتاع المدرستين دول بتلخبط مين يمين ومين شمال، مين بيعدي ومين مش بيعدي. ادوها الخمسة جنيه. هتخلصوا درس باذن الله وانتوا في الدرس. انا هجهز الشنطه بتاعه النادي. هتيجي معانا ولا 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 تقعدي؟ انا قاعده، انا عندي كميه، عندي واجب عربي، واجب علوم، واجب الدرس. لا انا بقول انت تقعدي واخد اختك اوديها النادي، انت روحوا على الدرس دلوقتي. يلا يا جيداتي. لا لا مش هنعرف نشيل كل الحاجات دي. يلا يا قلبي. طيب دوري اني اجهز الشنطه بتاعه النادي. هي كانت مجهزه الشبكه، لقيتها سليمه الحمد لله، ما فيش فيها اي مشكله، جهزت لها الشنطه دي. زي ما انتم عارفين جدتي بقت تاخد الشنطه النبيتي الصغيره دي لان هي بتشيلها شويه وانا بشيلها معاها شويه بساعدها. تمام. حطيت لها ايه بقى؟ حطيت طبعا هنا تحت خالص البرنس، وحطيت فوطه، استنوا عشان الكاميرا تركز، وحطيت لها هنا غيار علشان هي بتلبس المايو تحت الهدوم. اول ما هتيجي هتلبس المايو فوقيه التريننج علشان التمرين بتاع الفتنس بعد السباحه. حطيت البني والنضاره، وحطيت هنا مج فيه حاجه سخنه ليا. جهزت لها هنا ايه؟ جهزت لها هنا برتقانه، وحطيت لها هنا اكل علشان لو بعد التمرين ما بين السباحه والفتنس حست ان هي جعانه تاكل، حست ان هي عايزه تاكل بعد الفتنس تاكل. يعني ايه؟ يبقى معانا وجبه صغيره كده ان هي ايه؟ ان هي تاكل كده. انا خلاص الشنطه كده اتجهزت، نقفلها تمام ونستناها ترجع من الدرس وتغير. الجزء الثاني من الفيديو. بصوا بقى استني، الاضاءه الاضاءه عاليه قوي. جيدتي رجعت. هاتي ده هاتي ده هاتي ده عشان يشوفوا القمر. لبست ايه بقى؟ لبست الترنج الجميل ده. ايوه جودي، جودي جت. افتحي افتحي وتعالي. بصوا لبست الترنج الجميل ده، ولابسه برضو التوكه القمر اللي كانت بيها النهارده في المدرسه. هتلبس عليهم الجاكيت ده، حلو كده. استنى عشان الكاميرا مش عارفه الاضاءه مالها. سوري انت داخله تدوسي كده على طول. وادي جودي رجعت. هنا زي ما قلت لكم الشبكه جاهزه، واخدين المات بتاع الفتنس، واخدين هنا الشنطه اللي انا جهزتها. دلوقتي انا وجيدتي اللي عماله تدخل تجيب الفول من جوه تاكله هم هم. احنا ناقعين فول جوه، داخله عماله تجيب الفول هم 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 هم، لسه ناشف، لسه لازم يطرى شويه وينبت. تمام. هنزل انا وجيدتي. تعالوا جنبي، تعالي جنبي كده، نطلع احنا الثلاثه مع بعض. يا لا اله الا الله، هاتي ايدك. هنزل انا وجيدتي. احنا اقترحنا على جودي
احنا اقترحنا على جودي تيجي معانا، قالت عندها واجبات ومذاكره ومش عارف ايه، والمشوار بتاع النادي هيعطلها كام ساعه، كفايه عليها تنزل على ميعاد التمرين على طول، بابا ايه يوديها. لو عرفنا نقابل بعض ممكن نقابل بعضينا. نقابل بعضينا، ايه رايك نقابل بعضينا جوه النادي؟ نستناكي. رايك في الفكره القمر دي؟ خلاص متفقين دلوقتي انا وجيدتي على سوري لنا هنوصل الحبل النهارده. والله كنت لسه هقول لهم مفاجاه، كنت لسه هوريكو بصراحة. بس هنشوف النهاردة جيداء اتحسنت جدا 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 في نط الحبل فعلا. الكابتن فرق كتير والتمرين فرق كتير، وهي علشان بتحب تروح الفتنس، بتحب الكابتن، بتحب الكابتن بتاع السباحة والكابتن بتاع الفتنس، هي عشان حبة قعدت هنا حوالي 3 ايام تتمرن بالحبل عشان تظبط بالظبط تظبط النطه بتاعتها. لو عايزين بقى تتفرجوا وتشوفوا جيداء بقت شطوره ازاي في نطه الحبل، كملوا معانا بقى الفيديو. هنسيب الانسه دي هتعمل ايه؟ هتراجع قران اول، لا العشر الايات في النص الثاني من سوره الفرقان، صح كده؟ وهتكتبي واجباتك. متفقين؟ متفقين. خلي بالك عشان ممكن اسمعلك في النادي. ها جاهزه ولا مش جاهزه؟ بص عملت ازاي. يلا احنا بينا، يلا بينا. جينا النادي جري كالعاده، لحقناش نصور. غيري طيران. خدي نص برتقانه، كليها حتى وانتي نازله، ما تقلقيش لسه شويه، هما لسه شغالين فتنس واحنا اصلا عندنا فتنس تاني بعد الميه. ماشي مستفيد بقى، كليها بقى وانتي ماشيه. يلا هم كده وانتي ماشيه. يلا جايده عايزه احلى شغل، عايزه ايه؟ يلا ودي نايمه، حطيتي ازازه ميه؟ احلى شغل، يلا توكلي على الله. طلعتي الاساتك، الاساتك من الشنطه اللي معاكي. اقلعي طلعيهم، وطلعهم ازاي؟ يلا طلعي. لا اله الا الله على الشقاوه، الشنطه هتتقطع. ادي الحبل، النطاط، وادي لا اله الا الله، وادي الاستك، وادي جيداء. يلا 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 نص برتقانه بسرعه، بسرعه كليها، هم كده كده. هي كانت في الفتنس اللي قبل الميه، ولحقت اخر 5 دقايق، ودلوقتي هتنزل التمرين. يا رب تشتغل حلوه بقى. يا خبر يا جيده، بصي شكلها عامل ازاي، صغنطوطه قوي. يلا نطي نطه حلوه بقى. يلا يا جيده شاطر، يلا يا قلبي. انا يلا اسرع اسرع اسرع. احلى حاجه ان انا بعرفها من البنيه، يعني لو كان البنيه بيتهيألي لون تاني كان ممكن اتلخبط، انما اللون الفوشيا اعتقد هي الوحيده اللي في اصحابها كلهم اللي البنيه بتاعها لونه فوشيا قوي قوي كده، عشان كده بعرف اجيبها في قلب المايه. كمان المايو برضو بعرف اجيبها من المايو بسرعه. يلا شطوره يا جهدتي، هنكمل بقى كده التمرين وبعد كده نطلع على الفتنس. يلا يا جهدتي شطورة كده، تقريبا فاضل ربع ساعة او تلت ساعة كده والتمرين يخلص. يلا يا جيدتي شطورة، عرفت اجيبها لكم من قريب. شاطر 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 كده، خلاص تقريبا قربت تخلص. كابتن قدامها وعمالة تقول لي الساعة كام الساعة كام، وتشاوري لي على ايديها. بصوا انا شايفه ان هي بقت كويسه جدا الحمد لله، اتحسنت وتقدمت كتير كتير كتير. وكفايه ان هي بقى النادي ده بالنسبه لها بقى شيء اساسي، يعني زي المدرسه كده، زي ما بنصحى من النوم الصبح نروح المدرسه، خلاص بقى مشوار النادي ده اساسي، وبقينا نرتب له. ما بقتش تتعب قوي زي الاول، بقى اليوم بتاعها مظبوط، مش مظبوط قوي يعني، بس خلاص جسمها اتعود ان النهارده هيبقى في مدرسه درس نادي، مدرسه درس نادي، جسمها خلاص ابتدى يتعود، ما بقتش تبقى تعبانه قوي زي الاول. اتمنى اتمنى تفضل كده كويسه. هتخلص واخدها بقى ونطلع على الفتنس. انا قاعده بص عليها بصراحه شكلها في الميه قمر قمر قمر، عجباني، ربنا يحميها يا رب. بصوا هي دلوقتي وصلت على الستارت، هتقول لي الساعه كام. اهي شفتوا، فاضل حبه نونو خالص، حبه نونو. انت اشطر واحده في الدنيا، انت ايه؟ خلصت التمرين وهنغير وناكل ونطلع جري على الفتنس. جاهزه؟ لا ما تعمليش كده تاني لحسن تتشنكلي في الحبل. قبل كده وقعت على ايوه تتكعبلي، تاخدي لك
تاخدي لك خضر محترم. يلا قولي بسم الله. خلصنا السباحة والأنسات الجمال دول شيداء وصاحبتها طالعين ايه؟ طالعين على الفتنس. على الفتنس. اشوف احلى فتنس بقى. مش قادرين نمد. ايه ده، انا شايلة شنطة تقيلة. تقوليلي مش قادرين نمد. انتوا شايلين ورك فرخة، انا اللي شايلة الكولر باص كله. يلا يا جايداتي ورينا هتنطي ازاي بالحبل. حلو، اتحسنت كتير. يلا يا جايداتي شطورة. حلو. يلا يا جايداتي شطورة، حاولي. فريدي جسمك جامد يا جايداتي. حاولي تاني يا جايدة. واحد. يلا يا جايداتي شطورة. يلا يا جايدة واحد. ايه ده جوتي جت؟ اصور مين بقى ولا مين؟ تعالي يا جودي، تعالي 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 تعالي. جاية مع بابا. قلبي حبيبي حبيبي حبيبي. اللي بقى يعرفوا ييجوا. ايوه. فين البرتقال؟ في ايد بابا؟ في شنطة بابا؟ انت خدت البرتقال، انت اللي كلت البرتقال، انت اللي كلت الجبنة. جايب لي فلوس؟ خلاص هشوف الموضوع ده. حاضر. انت اللي كلت الجبنة والبرتقال. برتقال. وهاجي معاك وانت بتغيري. واسيب بابا مع جايداء شوية، ايه رأيك؟ سلمي عليهم بقى، قولي لهم وحشتوني. ذاكرتي؟ اه. خليكي تسمعي لي الآية. متفقين؟ الوجبات كلها الحمد لله. حليت البرتقانة. جبتي البرتقانة؟ فين البرتقانة؟ كلت نص. لا طلعي كل النص الباقي. يلا طلعي كل النص الباقي. وهاجي معاكي وانت بتتغيري. ماشي، واقعد معاكي شوية في السباحة وبعد كده اخد اختك واروح. متفقين؟ يلا برتقان بسرعة. شكلها فعلا غسل بالقطتين. طيب احنا دلوقتي هنعمل فكرة حلوة جدا. ايه؟ هنسيب بابا مع جايداء وهاخد انا جوليا اوديها السباحة. تمام؟ لو جايداء عايزة تقعد اوكي، لو عايزة تروح تخلي بابا يروح عشان تلحق تنام اوكي، اللي هي عايزة. طب وانا كمان محتاجة اروح عشان الحق انام. لا انت هتحتاجي تروحي دلوقتي على البسين عشان عندك تمرين. عشان يلا احنا بينا على التمرين بتاعك عشان تلحقي تغيري. يلا تعالوا معانا الى السباحة. سلمت واحدة واخدت واحدة عشان تعرفوا ان انا مامي سوبر مامي. كنت قادرة في الكورة وخلاص، كنت هبس الشورت. والله كان زمانك بالشورت والتيشيرت. أيوة وشايلة ورك فرخة. مش شايلة الكونتر بس. احنا دلوقتي طلعنا على السباحة، هتطلع تغير. وجايداء ممكن قبل ما تمشي تيجي تسلم علينا. ماشي، ونقول لهم باي باي بقى مع جايداء. بس دلوقتي نختصر في الوقت وتطلعي تغيري. عايزة شغل حلو. اختك النهارده كانت اكتر 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 من ممتازه. امبارح كنت حلوه، بس بتيجي يوم التصوير ومش عارفه ايه اللي بيحصل لك. بيجي لك كساح ولا بيجي لك ايه؟ ما اعرفش. طب ماشي وريني. بصي يا قلبي، انا وجهه نظري انك تطلعي اقصى ما عندك. لان لا، انت عندك احلى، بس محتاجه شويه وقت. التمرين هنا ممتاز ممتاز. بصي انا والله العظيم البطوله اللي فاتت دي انا ما دورت على ارقام جودي ونتائجها. اقسم بالله انا جبت نتائج. لا انا اللي جبتها. خلاص بصوا، انا ما بقاش فارق معايا ارقام. خلاص انا كده الارقام خلاص ما بقتش فارقه. ليه؟ لان انا شايفه شغل يضرب الارقام. يعني خليني اقول انا مش فارق معايا ارقام، انا فارق معايا الشغل اللي انا شايفاه. شغل ممتاز 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 يخليني اقول الارقام دي بقت شيء عادي جدا بالنسبه لي. والله العظيم ما دخلت ادور على ارقام جودي. والله العظيم كمان مرة هي اللي كانت بتدور تجيب الأرقام، صح؟ فأنا هستأذنك، عايزة أحلى شغل. على الأقل الشغل بتاعك يوازي التمرين الحلو. متفقين؟
ماشي، حاسه بكلم نفسي والله العظيم. ايه ده ايه ده، كله جمع بعضه كله جمع بعضه. يلا اجي ايه، انا عايزه انت تروحي مع بابا وانا اقعد مع جودي. لا ما انتي تكتبي لي الهوم ورك عشان خاطري. لا انتي تكتبي لي الهوم ورك. هاتي بوسه هاتي بوسه هاتي بوسه. الله بوستك حلوه، انا جايبه لك بسكوت. شفتوا؟ لا وهاتي لي المفاتيح لحسن كده، ما معيش مفاتيح. هاتي مشكله، هاتي المفاتيح وطلعي بسكوت ليكي ولاختك بسرعه. روحي بس هنشوف القصه دي. حاضر. طب هنشوف. حاضر. يلا اعمل ايه دلوقتي؟ انت بتضحكي. بصي جودي حاطه ايه؟ دكتوره مش عارفه تفك شعرك عشان ذكيه، عشان ذكيه زياده عن اللزوم. يلا بسرعه جايدتي هاتي البسكوت. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اعمل ايه؟ واحده عايزاني اقعد معاها في التمرين والثانيه عايزاني اروح معاها علشان اكتب معاها الهوم ورك. اعمل ايه؟ اقعد هنا شويه واروح هناك شويه ولا ننقل شقتنا هنا جوه النادي ولا نعمل ايه؟ بسكوت اهو، طلعي البسكوت كلي بسكوت. يلا يلا شاطر، كلتي البرتقال؟ ما تيجي كده عشان تطلعي. ها كلتي البرتقال كله؟ طب كلي لك برده بسكوتين من ده قبل ما تنزلي. متجاهليني يا لهوي، انا كل ده متجاهلاكي؟ يعني انا بلف معاكم من ساعه ما صحيت الصبح، من 7 الصبح. مش هقعد 7 ساعات؟ ما هي عايزاني اقعد معاها بقالي كتير، ما قعدتش معاها بالليل كده. انتي بتقعدي بالسبت؟ ما انتي لسه قاعده معاها امبارح. معلش عشان هي غلبانه. طب انت ايه اللي عايزه تكتبيه؟ ايه اللي عايزه تكتبيه؟ الانجليش؟ الانجليزي بسيطه. ماشي بالعربي. واتس ايفر معاكي اهو اهو يا قلبي اهو. وتساعديني في الرياضه. ها مكتب انا الواجب احسن. ده انا هساعدها، انا هساعدها في كل ده. انت تسيبي لي الواجب على السفره اروح انا اكتبه قبل ما انام عشان اروح بكره المدرسه. بس تقول لي تساعديني وتساعديني وتساعديني، مين اللي بيفكر ما يروح؟ يا هاجي معاكم يا هارو يا هارو. لا 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 عشان ما ازعل. لا تعالي معايا. لا دلوقتي دي هتروح. لا ما انا هقول لك، ما انا هقول بس عشان هم ما يتفرجوش على اللي انا هعمله فيك دلوقتي، عشان هقوم اكلك دلوقتي. دلوقتي دي هتنزل التمرين ودي هتروح، انا هضطر افصل دلوقتي لحد ما اشوف هعمل ايه مع دي وهعمل ايه مع دي ونرجع لكم تاني. عشان اكد عليكم بتضحكوا. والله ابدا. والله ابدا. ما تقولي تعالي ساعديني وساعديني وساعديني، ما اجي اكتب الواجب واروح بكره المدرسه البس الطقم الازرق بتاعك ده واروح بكره المدرسه. حتى المدرسه وحشتني. ها خليكي شطوره عشان بقالي كتير ما قعدتش مع اختك. طب اعمل ايه؟ واحدة عايزة انا. طب لا 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 تعالي قولوا لجايدة ما تعيطش، لو عيطتي هيزعلوا مني. قولوا لها هنزعل منك لو عيطتي. قولوا لها هنزعل منك لو عيطتي. طب نفصل ونشوف هنحل المشكلة دي ازاي ونرجع لهم. متفقين؟ متفقين؟ متفقين ولا مش متفقين؟ جايدتي؟ بنتك. طب دلوقتي احنا استقرينا، بابا قال خلاص انا اروح مع جيداء وبابا يقعد مع جودي، علشان انا كنت مع جودي امبارح هنا وجيداء كانت في البيت مع بابا. ف انا مش مقتنعه قوي، انا مش مقتنعه، لان زي ما جيت معاكي وحضرت معاكي سباحه وحضرت معاكي فيتنس، جيتي معاها امبارح وحضرت معاها وهي بتغير وحضرت معاها حاجات كتير. وبابا قال انا اروح مع جادتي عشان انا كنت مع جودي امبارح وهو اللي يقعد معاها. انا كانت وجهه نظري اقعد مع جودي. طيب دلوقتي لسه مش هنستقر قوي، مين هيروح ومين هيقعد، بس مش عايزاكي تسيبيهم وانت بتعيطي. قولي لهم انا حلوه واموره وشطوره ومش بعيط. نقول لهم على استني استني، كنا ماشيين خلصنا امتى؟ كان يوم ايه؟ امتى؟ لما قالت كنا مخلصين متاخر. استني بس يوم السبت. استني كنا مخلصين. طب نقول لكم انه نحكي لهم الموقف ستوري تايم ده في فيديو شورت، ايه رايكم؟ اقول لهم دلوقتي يلا باي. لو عجبكم بليز تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. جايده لا معاها من الاول، معاها من الاول. يلا جايده يلا، لو عجبكم الفيديو من الاول. لو عجبكم بليز تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. فعلوا جدول وصلوا لكم كل جديد. باي باي. باي.